احلى الاشياء في المطبخ ان احنا نقدر نسافر لبلدان مختلفه بس من مطبخنا عن طريق خلط ودمج الثقافتين مختلفات. اليوم رح نعمل فريكه بالريزوتو. هي ريزوتو بالفريكه. هاي من تأثير، اسمعي، تأثير الدمج أكيد بيعطي الطبخة نكهة غنية كتير لما تدمجي ثقافتين مختلفة. بالضبط. طيب نبتدي، يلا بلش بتقطيع البصل. حط أنا شوية زيت، يعني الفريكة صراحة أنا من أحلى الأشياء اللي عندي، ممكن أكلها في أي شيء. وغير هيك بتعطيكي ألياف كتير للجسم، مفيدة كتير للجسم. وفي ناس سيدات البيوت بيستخدموها بدل الرز، بيحشوا فيها مثلا دجاجة، بيحشوا فيها خضرة. أنا من وصفاتي المميزة اللي أسويها والكل تعجبها فعلا أني لما أحشي الدياي بالفريكة. هاي حذري لشو؟ لتنظف شوية المشروم. نحن ما نغسل المشروم أبدا، صح؟ أي. لازم تنظفينه بالفرشة. فحلوة كتير الفكرة، حبيتها. شوفي حتى حلو الواحد يستخدم كذا نوع مشروم، مش بس مشروم واحد بالطبخة الواحدة. ببتدي أحط البصل. شمي ريحة الثوم شلون؟ بس نحط المشروم، تعالي. بنحط الفريكة، وبتكون طبعاً سوسن الفريكة دائماً مغسولة وتكون ناشفة من الماي لما تنزلينها، يعني تحاولين ما تحطين الماي اللي منقعة فيه. حتى في ناس بتجيب فريكة اوريدي منقاية، بنقوها تنقاية اصلا. بس انا من الاشياء اللي احب اسويها دائما وتعطي طعم وايد لذيذ اني احمس الفريكة بروحها قبل ما تنغسل. دخنيها؟ ادخنها. فبنحط قبل الماي بنحط لها مكعبين مرقة الدياي ماجي. مكعبين مرقة دجاج ماجي. بنحط لها الماي بس تدريجيا، وخلاص ما بنحتاج نزيد اي شيء لان حطيتي مرقه الدياي ماجي مكعبين، فكل اللي نحتاجه في الطعم بيكون فيها، فما في داعي تحطين اي شيء. تاكلين فلفل ولا؟ طبعا. اوكي، فبنزيد لها شويه فلفل احمر. خليه رف مال ماي مو ناعم كذي، وايد حلو. شوفي صارت مثل ما بدك. اي بالضبط، ما احبها تنشف اكثر من كذي. طريه وفيها مي شوي. وبنزيد لها الحين كريمه قليله الدسم. حط شوية بقدونس. حطينا شوية بقدونس تعطي نكهة كثير طيبة. بالضبط. فقط صرنا جاهزين، نبرش عليها شوية جبنة. ايش رايك؟ اوكي، على كل اللي تسوي شوي. لا انا مش قادرة استنى شوي اشوف الضوء. يلا الفلفل عامل مفعول رهيب. سويتي لي لا؟ صح؟ كثير طيبة. بنحضر شوربة مع بعض. أموت على الشوربة. بجانب هذا الطبق الجميل خطير. وايد خطير الطبق بصراحة، ينن. حلو الواحد يبتدي بسوب ولا بسلطة قبل الأكل. ناخذ شوربة 11 صنف خضار من ماجي. بس تدرين أنا الأحلى شيء لما في هالشوربة إن أقدر أحط خضار الأهل ما يحبونها بس ياكلونها، ما يدرون إنها موجودة داخل. الأطفال. خليني بالملة. خلصت تقريباً. هاي آخر حبة للي تحب. لميدتش. الله، الألوان كتير طيبة. روعة. شكلها وطبقنا صار جاهز.